يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة اليوم وحلقات الأسبوع الحالي هي حلقات غاية في الأهمية من هذا البرنامج، خصوصا أن احنا خلاص بنتكلم في أيام قليلة قبل انطلاق المباراة الأهم هذا الموسم، وهي مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، واللي هتكون يوم الجمعة القادم بإذن الله تعالى الساعة 9 مساء على استاد القاهرة الدولي. الكل مستعد، الكل مترقب هذه المباراة، بالتالي الأحاديث كلها هتكون عن هذا النهائي وآخر استعدادات الأهلي تحديدا، هتكون معانا بكل تفاصيلها على مدار الحلقات المختلفة وبداية من حلقة اليوم. طبيعي جدا بنستنى تفاعل حضراتكم معانا من خلال صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام، ورسالتك للاعبي النادي الأهلي. الرسالة اللي حضراتكم حابين توجهها للاعبين قبل مباراة الجمعة بإذن الله تعالى، وهناخد تفاعل حضراتكم مع الجزء الأخير من حلقة النهاردة من الترند. البداية دايما بتكون بأهم العناوين، نشوف ترند الأهلي. الفريق الأول يبدأ معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لنهائي أفريقيا. الترند المحلي، غدا قرعة الدوري للموسم الجديد. أما في الترند العالمي، الليلة ليفربول في مواجهة صعبة أمام ليستر سيتي. طيب قبل ما اتكلم في تفاصيل كتير جدا بتتعلق بفريق النادي الاهلي واستعداداته الاخيره وكمان حاله المصابين داخل الفريق الاول لكره القدم، هتكلم معاكم عن اهم المباريات في مختلف الدوريات العالميه النهارده، ونبتدي بالدوري الانجليزي. والدوري الانجليزي في الحقيقه مشتعل جدا هذا الموسم، يعني سافت كان فيه منافسه قويه جدا، او ما كانش فيه منافسه اصلا، كان ليفربول بيغرد لوحده في المقدمه، لكن السنه دي واضح ان هيبقى فيه منافسه قويه مع عدد من الانديه بسبب الظروف المختلفه اللي بيمر بيها مثلا ليفربول او مانشستر سيتي والفرق الكبيره يعني في انجلترا. فخلينا نبتدي النهارده بمباراه فولام وايفرتون، دي مباراه كانت الساعه 2:30 ظهرا وانتهت بفوز ايفرتون بنتيجه 3-2. تالق في المباراه كيلفرت لوين هداف الدوري الانجليزي حتى الان، احرز هدفين، والهدف الثالث كان عبد الله ديكوري، وكان صناعه لوكاس دين طبعا الباك ليفت بتاع ايفرتون. شيفيلد يونايتد بيلعب في هذه اللحظات مع ويست هام يونايتد، ومباراه هتكون الساعه 6:30 ما بين ليدز يونايتد وارسنال. بيغيب عن هذه المباراه طبعا نجمنا المصري محمد النني اللي نتمنى له الشفاء العاجل بسبب اصابته بفيروس كورونا، وكمان الساعه 9:15 بالليل مباراه او قمه هذه الجوله يعتبر، بخلاف طبعا مباراه امبارح ما بين مانشستر سيتي وتوتنهام انتهت بفوز توتنهام بنتيجه 2-0، لكن المباراه النهارده قويه جدا هتكون ما بين ليفربول وليستر سيتي، واللي هتشهد الغياب الاول لمحمد صلاح عن فريقه هذا الموسم بعد اصابته بفيروس كورونا ايضا، نتمنى له الشفاء العاجل. ده فيما يتعلق بالدوري الانجليزي. نروح للدوري الاسباني، في عدد من المباريات، ايبار مع ختافي، وايضا مباراه اخرى ما بين قادش وريال سوسيداد، دي هتكون الساعه 5:15، غرناطه مع بلد الوليد هتكون الساعه 7:30، وديبورتيفو ألافيز مع فالنسيا الساعة 10 بالليل. الدوري الإيطالي، فيورنتينا خسران أو خسر من بنفنتو بنتيجة 1-0، إنتر ميلان بيلعب في هذه اللحظات مع تورينو 1-0 لتورينو، وروما مع بارما 3-0 لروما، سامبدوريا مع بلونيا أيضا في هذه اللحظات متقدم أو متعادلين بتعادل إيجابي 1-1، وهيلاس فيرونا مع ساسولو 1-0 لساسولو، أودونيزي الساعة 7 مع جينوا، ونابولي الساعة 10:15 مع ميلان. دي أهم المباريات اللي بتتعلق بمختلف الدوريات العالمية. طبعا الأهم بالنسبة لكل جماهير النادي الأهلي آخر التطورات اللي بتتعلق بحالة المصابين داخل القلعة الحمراء، وآخر استعدادات النادي الأهلي مواجهة يوم الجمعة القادم. كل ده هيكون بعد الفصل، استنوا يلا بينا. اهلا بحضراتكم مره تانية. يعني تفاصيل كتير واخبار كتير بتتعلق بفريق النادي الاهلي واخر استعداداته للفتره الهامه جدا المقبله، ومباراه نهائي دوري ابطال افريقيا يوم الجمعه القادم باذن الله امام نادي الزمالك. بس بالتحديد عايز ابتدي مع حضراتكم بمباراه الامس وفوز الاهلي على فريق ابو قير للاسمده بنتيجه 2-1 وتاهل النادي الاهلي لدور نصف النهائي. وفي الحقيقه هي كانت مباراه جيده جدا، بخلاف انك بتحقق هدف من ضمن اهداف
على في بطولة دور نصف النهائي علشان تواجه الاتحاد السكندري بإذن الله تعالى. غير كده انت يعني لعبت مباراة كانت بروفا بالنسبة لك مميزة جدا جدا، خصوصا في ظل الأداء المميز اللي أداه فريق أبو قير للأسمدة في الحقيقة، فقدرت ان انت تخلي بعض اللاعبين اللي بقالهم فترة ما بيشاركوش بسبب التوقف الدولي، بخلاف اللعيبة اللي كانت مع منتخب مصر بتحاول تجهز الفرقة بالشكل الأنسب والمطلوب قبل مباراة يوم الجمعة بإذن الله تعالى. لكن الناتج الأهم هو تأهل النادي الأهلي لنصف نهائي بطولة دوري أو بطولة طبعا كأس مصر. بمناسبة التأهل ده، فالأهلي خلاص هيواجه الاتحاد السكندري، هيكون فين؟ في استاد السويس الجديد، وده بعد ما الأهلي تلقى خطابة من الاتحاد المصري لكرة القدم النهاردة بيخطروا فيه، إن طبعا المباراة هتكون الساعة 8 بالليل على استاد السويس الجديد يوم 1 من الشهر الجديد بإذن الله تعالى، في مباراة قبل نهائي كأس مصر. هدف من ضمن الأهداف نتمنى إن شاء الله الأهلي يكون موفق فيه ويفوز بالبطولة اللي هيكون النهائي بتاعها يوم 5 ديسمبر بإذن الله تعالى. ده فيما يتعلق بمباراة الأمس والمباراة المقبلة في كأس مصر. موقف المصابين، وده أمر مهم جدا وبيشغل بال كل الجماهير الأهلاوية خلال الفترة الحالية، فأنا هتكلم مع حضراتكم كده بالتفاصيل وأوضح لحضراتكم حالة لاعب من المصابين في صفوف الفريق خلال الفترة الحالية. خليني نبتدي بمحمود عبد المنعم كهربا. كهربا من 3 أيام كان عمل المسحة والمسحة طلعت إيجابية، نتمنى له يا رب الشفاء العاجل، عنده فيروس كورونا إن شاء الله بإذن الله يشفى منها سريعا. خلال الساعات السابقة واليوم يعني الـ 24 ساعة اللي فاتوا تحديدا كان الكلام على إن في مسحة جديدة اتعملت لكهربا وطلعت برضو إيجابية. خليني أقول لحضراتكم إن الرسمي النتيجة الرسمية اللي هتكون بخصوص مسحة كهربا هتكون بكرة، هيعمل مسحة بإذن الله بكرة الصبح ونتيجتها تطلع على طول، وبإذن الله بإذن الله حالة اللاعب اتعمل له تحاليل وأشعة وكل حاجة، حالة مطمئنة جدا جدا وحالة جيدة جدا حالة محمود عبد المنعم كهربا. إن شاء الله إن شاء الله بكرة نسمع خبر إن كهربا تحولت نتيجة عينته من إيجابية لسلبية عشان ينضم لمعسكر الفريق بإذن الله تعالى اللي هيبتدي النهاردة، وهتكلم برضو مع حضراتكم على برنامج الفريق الخاص باستعداداته لمباراة يوم الجمعة بإذن الله تعالى. ده فيما يتعلق بكهربا، الأمور مطمئنة جدا جدا يعني. طيب خلينا نروح نتكلم على صالح جمعه. صالح جمعه برضو يعني من يومين تم الاعلان ان هو عنده اصابه كورونا، وبالتالي برضو هيكون ليه مسحه بكره هيتم من خلالها التاكد من مدى تحول العينه من ايجابيه لسلبيه، وان شاء الله باذن الله نتمنى ان كل اللاعبين يلحقوا هذه المباراه، اي حد مصاب باذن الله يلحق المباراه بمختلف الاصابات، يعني سواء فيروس كورونا او اصابات عضليه تقريبا يعني معينه تكون خاصه باللاعبين، وهوضح برضو لحضراتكم بقيه اللاعبين المصابين. خلينا نروح لمحمد هاني. محمد هاني الفترة اللي فاتت كان مع منتخب مصر زي ما حضراتكم عارفين، المباراة الأولى أمام توجو كانت في القاهرة، الراجل تعرض لجزع في الرباط الخارجي للركبة، حالته جيدة جدا، وأنا بطمن حضراتكم محمد هاني موجود في نهائي دوري أبطال أفريقيا بإذن الله تعالى، ومن النهاردة هيشارك في التدريبات بشكل طبيعي جدا مع المجموعة في المعسكر المغلق الخاص بالفريق. حالة محمد هاني مطمئنة جدا وموجود بإذن الله تعالى في مباراة يوم الجمعة. نفس الحال بالنسبة لجونيور أجاي. جونيور أجاي من يومين كده تحديدا يوم الأربع اللي فات كنت أنا موجود في التمرين يعني بالصدفة، وكنت بتفرج على مران الفريق واستعداداته، فمع نهاية المران أجاي حس بألام في الكاحل في آخر 3 دقايق في التقسيمة تقريبا يعني، فبالتالي طلع ما كملش التقسيمة. حالته جيدة جدا النهاردة بنسبة كبيرة قوي قوي، أجاي هيشارك في التدريبات أيضا الجماعية بشكل طبيعي وأصبح لائق وجاهز للنهائي الأفريقي، فده أيضا خبر من ضمن الأخبار الجيدة اللي بتخص حالة المصابين ومدى جاهزيتهم لمباراة يوم الجمعة بإذن الله تعالى. علي لطفي وموقفه. علي لطفي كان تعرض لإصابة في الركبة، إصابة بسيطة الحمد لله، يقدر إن هو يكون جاهز خلال الفترة اللي جاية. النهاردة هيكون عنده فحص طبي يتأكدوا من مدى الجاهزية، بناء على هذا الفحص هيتم تحديد مدى إمكانية مشاركته في التدريبات ولا لا، بس بإذن الله برضه هيشارك في التدريبات الخاصة بحراس المرمى استعدادا للمباراة النهائية. طيب كتير بيسالوني على موضوع علي معلول، موقف علي معلول ايه؟ علي معلول خلاص موجود وهيتمرن النهارده مع الفرقه بشكل طبيعي والامور بالنسبه له جيده، والراجل كان شارك مع تونس في مباراتي تنزانيا وادى بشكل جيد جدا، والناس كانت قلقانه شويه على علي معلول لانه عنده يعني مناسبتين قبل كده قبل ما الاهلي يوصل نهائي دوري ابطال افريقيا كان متعرض لاصابه، لكن المره دي باذن الله علي معلول جاهز بنسبه 100% لدعم صفوف النادي الاهلي في هذه المباراه. دول ايه الاصابات اللي بتتعلق بالقائمه الافريقيه للنادي الاهلي. عندنا حالتين تانيين اصابه بفيروس كورونا، اتنين عائدين من الاعار سواء محمد شريف
او احمد ياسر ريان، الاثنين عندهم اصابات بفيروس كورونا، وتم الاعلان النهارده بشكل رسمي على اصاباتهم. هيتم عمل مسحه لاحقا ليهم باذن الله عشان نطمن على مدى تحول العينه من ايجابيه لسلبيه. ان شاء الله نتمنى لهم السلامه والعوده سريعا، وهم هيمشوا على البروتوكول الخاص بوزاره الصحه، البروتوكول العلاجي، وان شاء الله باذن الله يكونوا يعني موفقين في العوده سريعا. ده فيما يتعلق بالمصابين. اخر بقى حاجه مهمه جدا، والكلام على مدار اللحظات السابقه بخصوص وليد سليمان، وانا هوضح لحضراتكم صوره بخصوص وليد. وليد سليمان امبارح بعد ما الفرقه خلصت ماتش ابو قير الاسمده رجعوا على التتش، تمام، وصلوا عملوا مسحه بالليل في مقر النادي الاهلي بالجزيره. المسحه نتائجها كلها طلعت سلبيه، كل اللاعبين يعني سلبيه النتيجه بتاعتهم، فيما عدا وليد سليمان ما تاكدش اصابته بكورونا. الناس اللي اجروا المسحه طلبوا ان هم يعيدوا المسحه لوليد سليمان تحديدا، لان العينه مش واضحه بالنسبه لهم، وده امر فني خاص بيهم هم يعني، عشان برضو انا بتكلم مع حضراتكم بالشكل الرسمي. طيب المسحه الجديده امتى لوليد سليمان؟ اتعملت من حوالي ساعه ونص قبل دلوقتي، قبل ما اتكلم مع حضراتكم. هتطلع نتيجتها امتى؟ الرسمي بخصوص وليد هيطلع بكره الصبح. بكره الصبح يتم معرفه مدى حاله وليد سليمان، هل هي اصابه بفيروس كورونا ايجابيه لا قدر الله ام سلبيه. انا بتكلم مع حضراتكم بالتفاصيل، لان في بعض المواقع وبعض الصفحات وناس كتير جدا قالت ان وليد عنده خلاص فيروس كورونا وكلام من ده. هيتم عزل اللاعب خلال الساعات الحاليه مؤقتا، او يعني كاجراء احترازي لحد ما تطلع النتيجه بشكل مؤكد بكره. فبالتالي وليد سليمان هو اللاعب الوحيد اللي هتتعاد له المسحه بتاعته، فيما عدا ذلك، لان في ناس كتير برضو قالت لك لا ده الموضوع انتشر في الفرقه وفي عدد من اللاعبين، وناس قالت لك ايمن ومش عارف رامي وكلام من ده، لا كلهم سلام والمسحه بتاعتهم سلبيه 100%. الكلام بس على وليد هيتضح موقفه بكره باذن الله تعالى، هل المسحه ايجابيه ام سلبيه. ان شاء الله باذن الله تطلع سلبيه بالنسبه لوليد سليمان، وده توضيح مهم جدا انا وضحته لحضراتكم بخصوص وليد، لان الكلام كتير جدا على وليد خلال الدقائق اللي فاتت دي. ده بخصوص حاله المصابين بشكل كامل، ووضحت لحضراتكم كل التفاصيل الخاصه بها. طيب فيما يتعلق باستعدادات الاهلي للمباراه وبرنامج الفريق حتى موعد مباراه يوم الجمعه امام نادي الزمالك، وهي قمه افريقيه بكل تاكيد، مباراه بيترقبها قمه افريقيه ويعني ناس جدا في جميع انحاء العالم، ما بالك بقى المصريين الاهلاويه الزمالكيه، هتبقى مباراه قويه جدا في الحقيقه. فانا عايز اتكلم مع حضراتكم على استعدادات الفريق. الفريق باذن الله هينتظم في المعسكر بدايه من النهارده لحد يوم المباراه. انت داخل معسكر مغلق باحدى الفنادق، هتتمرن تدريبات مستمره حتى يوم الخميس. يوم الخميس هيبقى في مران للنادي الاهلي في استاد القاهره الدولي، ويرجع على مكان الفندق اللي بيقيم فيه المعسكر بدايه من النهارده، وباذن الله يطلع على الملعب مباشره يوم الجمعه. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق، كل اللاعبين المتواجدين في المعسكر فيما عدا حالات الكورونا او اللي مشكوك فيهم كورونا، وباذن الله تباعا ينضم اللاعب تلو الاخر لمعسكر النادي الاهلي عشان الكل يبقى جاهز ومتاح بالنسبه لمستر بيتسو موسيماني. النهارده انضم كمان لمعسكر الفريق رباعي مش مقيد افريقيا، او منهم كان مقيد لكن لا يحق لي اللعب مع النادي الاهلي في المباراه النهائيه، والرباعي هم بدر بنون وناصر ماهر وصلاح محسن واكرم توفيق، وده كان طلب من مستر بيتسو موسيماني، وعايز يعني الناس كلها تبقى موجوده والكل يستعد حتى لو هم مش هيكونوا متاحين بالنسبه له، لكن يعني اربعه مهمين جدا بالنسبه للنادي الاهلي في الموسم الجديد، فهيكونوا موجودين في معسكر مهم زي ده، ده امر كان جيد في الحقيقه. والاربعه اتعمل لهم المسحه الطبيه وحالتهم كلها سلبيه، او النتيجه بتاعتهم كلها سلبيه الحمد لله. ده فيما يتعلق بمعسكر النادي الاهلي واخر الاستعدادات، وهنوافي حضراتكم بكل الجديد اللي بيتعلق بالفريق خلال الفتره الجايه. بما اننا بنتكلم عن مباراه القمه الاهلي والزمالك، فخلاص اللجنه الخماسيه بالاتحاد المصري لكره القدم اعلنت النهارده برئاسه عمرو الجناني تكليف محمد فضل عضو اللجنه الخماسيه بمهمه التنسيق والاشراف على تنظيم المباراه النهائيه لبطوله دوري ابطال افريقيا، بعد التنسيق مع الاتحاد الدولي او الاتحاد الافريقي لكره القدم المنوط بتنظيم هذه المباراه. واحنا عارفين طبعا ميعاد المباراه خلاص، والمباراه في استاد القاهره بشكل رسمي، كل هذه الامور ماشيه في الاطار الطبيعي. وانا عاجبني جدا المجهودات اللي بتقوم بيها الدوله سواء من الجانب التنظيمي او الجانب الامني تحديدا، وده امر متعارف عليه ومعروف في مصر، وان شاء الله باذن الله الامور تسير بالشكل الطبيعي، وباذن الله باذن الله الاهلي يكون موفق وياخد بطوله دوري ابطال افريقيا. دي اهم الاخبار والاحداث واخر الجديد اللي بيتعلق بالفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل عندنا تفاصيل اخرى هنتكلم فيها، استنونا.
اهلا بحضراتكم من جديد. في الحقيقه عايز اتكلم عن دور جمهور النادي الاهلي في دعم الفريق خلال المرحله الصعبه الحاليه، او مش عايز اقول الصعبه، هي اكيد صعبه عشان مواجهه قويه في النهائي الافريقي وكل حاجه، لكن مرحله غايه في الاهميه بالنسبه للنادي الاهلي. فبالتالي هنا بيظهر دور جمهور النادي الاهلي، الجمهور العظيم والكبير، واللي في الحقيقه يعني هو العامل رقم واحد، حتى لو مش متواجد في الملعب هو العامل رقم واحد في تحقيق الاهداف الخاصه بفريقه النادي الاهلي. ففي الحقيقه جمهور النادي الاهلي عمل فكره كانت ممتازه جدا، ابتدت يوم 6 نوفمبر من الشهر الجاري، وهي فكره اطلاق هاشتاج كل يوم باسم لاعب معين لدعم هذا اللاعب في صفوف الفريق قبل النهائي الافريقي. هم ابتدوا محمد الشناوي يوم 6 نوفمبر بهاشتاج افريقيا شناوي، وبعد كده مرورا بقى زي ما حضراتكم كده شايفين على الشاشه ابتدوا بالشناوي، مرورا بقى عدد من اللاعبي النادي الاهلي، ايمن اشرف وياسر ابراهيم وعلي معلول ومحمد هاني وعمرو السوليه واليو ديانج، حمدي فتحي ده كده بالترتيب زي ما انا بقول لحضراتكم، وليد سليمان ومحمد مجدي قفشه، رامي ربيعه، اجاي كهربا، حسين الشحات، واخر هاشتاج كان امبارح بالليل اللي هو بتاع مروان محسن. اكيد في عدد من الهاشتاجات كمان خلال الايام القليله المقبله حتى موعد المباراه. وهنا بيظهر بقى دور جمهور النادي الاهلي وكيفيه دعمه للفريق وكيفيه مساندته من الجانب المعنوي في مرحله غايه في الاهميه بالنسبه للاعبين خلال هذه المرحله، وده امر معتاد دايما من قبل جمهور النادي الاهلي. ومش عايز اشكر جمهور النادي الاهلي لان ده فعلا واجبهم وده دورهم اللي دايما بيقوموا بيه في الاوقات الصعبه اللي بتخص الفريق. الوقت الحالي هو وقت صعب ومهم بالنسبه للنادي الاهلي، انت داخل في مباراه هي بالنسبه لك اهم مباراه هذا الموسم، لكن خلينا برضو ناكد ان هي مباراه غايه في الصعوبه، لان انت بتلاعب غريم تقليدي ومنافس قوي جدا هو نادي الزمالك. انت طبعا لا تقل قوه عن نادي الزمالك اطلاقا، لكن في نفس الوقت من المرات القليله اللي يبقى فيه تكافؤ كبير جدا ما بين الفرقتين. كل التوفيق وكل الدعم من قبل جمهور النادي الاهلي ومن قبل اعلام النادي الاهلي للفرقه خلال المرحله الحاليه، وباذن الله يحققوا المراد والهدف الاساسي بالفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا، ونفرح باذن الله تعالى يوم الجمعه اللي جاي. ده فيما يتعلق بدعم جمهور النادي الاهلي. خلينا نبتدي بقى في ترند الاهلي واهم ما كتب عن النادي الاهلي في السوشيال ميديا تحديدا، ونشوف من حساب في الجول على انستغرام بيتكلموا بعد ثنائيه ابو قير للاسمده، وليد سليمان احرز هدفين امبارح، فبالتالي وصل للهدف رقم 6 ليه مع النادي الاهلي في البطوله دي، بطوله كاس مصر. هداف النادي الاهلي في البطوله دي زي ما هو موجود قدام حضراتكم كده طبعا نجم النجوم وقناص القناصين في الحقيقه عماد متعب، 19 هدف ليه في بطوله كاس مصر، عدد كبير جدا. ابو تريكه طبعا نجم النجوم ايضا واحد اللاعبين الكبار في تاريخ النادي الاهلي والكره المصريه، 9 اهداف. محمد فضل 8، وليد سليمان وعمرو جمال وخالد بيبو 6، وكلهم نجوم كبار شرفوا النادي الاهلي، وكان انضم لهم طبعا وليد سليمان امبارح. ده كان اول امر يخص النادي الاهلي في ترند الاهلي النهارده. كمان خلينا نروح لحساب دوري ابطال افريقيا وبيقول 5 ايام على الانطلاق، يعني مدربان على قدر الحدث، في اشاره لبيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي وباتشيكو طبعا المدير الفني لنادي الزمالك، من سيقود فريقه للفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا. باذن الله باذن الله يكون موسيماني يقود النادي الاهلي للفوز بهذا اللقب الغالي والغائب عن الفريق منذ فتره تعتبر كبيره بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، اخر لقب كان في 2013. حساب سوبر كوره على فيسبوك بيقولوا ان كلاسيكو افريقيا كل ما قدمه الاهلي في رحلته لنهائي القرن، وهنا يعني بيشيروا لارقام النادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا هذا الموسم. الاهلي لعب 14 مباراه، فاز في 10 مباريات، تعادل في 3، خسر لقاء وحيد امام النجم الساحلي، سجل لاعبيه 34 هدفا، وده عدد كبير جدا من الاهداف ما شاء الله، ان شاء الله يزيدوا يوم الجمعه اكتر بكده كمان، يبقى امر جيد ونفوز. الاهم من زياده الاهداف ان احنا نفوز باللقب، يعني ده الاهم. وتلقت شباك النادي الاهلي 6 اهداف فقط، وهي في الحقيقه ارقام جيده جدا بالنسبه للنادي الاهلي هذا الموسم في بطوله دوري ابطال افريقيا، وتدل على استحقاق النادي الاهلي باذن الله بالفوز بهذا اللقب الافريقي. الاهرام حسابهم على تويتر وبيقولوا فحص طبي لمحمد هاني اليوم لتحديد موقفه من التدريبات. انا اتكلمت مع حضراتكم بخصوص محمد هاني ووضحت لحضراتكم موقفه، لو ما شاركش النهارده في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي هيشارك بكره باذن الله تعالى، والراجل متاح ولائق للمشاركه في المباراه النهائيه ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه. طيب دي كانت بعض الاخبار بتخص ترند الاهلي، لسه عندنا اخبار اخرى بس هتكون بعد الفاصل، استنونا.
طيب يا جماعه، تاني هعيد واكد على حضراتكم لان الكلام كتير جدا خلال الدقائق الحاليه بخصوص اصابات اخرى بفيروس كورونا في صفوف النادي الاهلي سواء جهاز فني او لاعبين. حتى هذه اللحظه وزي ما انا بتكلم مع حضراتكم دلوقتي، تدريبات النادي الاهلي ابتدت بشكل طبيعي جدا، كل اللاعبين بيشاركوا، اللي عملوا المسحه امبارح بالليل واللي طلعت مسحتهم نتيجتها سلبيه كلهم بيشاركوا في التدريبات بشكل طبيعي جدا. ايمن اشرف بيشارك، مدرب الاحمال كمان في كلام طالع ان هو جاي له فيروس كورونا، ده مش حقيقي خالص، الراجل موجود في الملعب زي ما انا بتكلم مع حضراتكم دلوقتي في هذه اللحظات. مين تاني؟ ايمن اشرف موجود، محمد هاني بالمناسبه بيشارك تدريبات الجماعيه بشكل طبيعي، الامور ماشيه يعني تمام وما فيش اي مشكله خالص بخصوص حالات جديده باصابه كورونا. عشان يبقى الكلام واضح لحضراتكم، الرسمي خدوه دايما من الموقع الرسمي للنادي الاهلي او من قناه النادي الاهلي الرسميه، كل اللي بيتقال دلوقتي هي عباره عن شوشره حوالين الفرقه، الفرقه مركزه جدا وموجوده في معسكر مغلق باحدى الفنادق وبيتمرنوا دلوقتي باحدى الملاعب والامور ماشيه بشكل جيد جدا جدا بخصوص فرقه النادي الاهلي. هو بس وليد سليمان، بكره النتيجه هتتاكد سواء سلبيه او ايجابيه زي ما قلت لحضراتكم في اول الحلقه. طيب نكمل ترند الاهلي وحساب يلا كوره على فيسبوك، وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي ليه تصريحات لحساب او موقع يلا كوره وبيقول ان احنا نجحنا في ان احنا ننقل مباراه القمه ما بين الاهلي والزمالك في نهائي افريقيا من استاد الجيش برج العرب لاستاد القاهره، ده خلاص حدث بالفعل، والمباراه هتكون من غير حضور جماهيري. وانا عايز اقول لحضراتكم التفصيله مهمه جدا في الجزئيه دي، حتى الان في بعض المحاولات بخصوص حضور عدد من الجماهير 1000 2000 لكل فريق كلام من ده، لكن حتى هذه اللحظه اللي هيحضر مين؟ 25 فرد من مجلس اداره النادي الاهلي والاداره التنفيذيه، وكذلك بالنسبه لنادي الزمالك مجلس الاداره والاداره التنفيذيه، هيكون في 15 دعوه لكل فريق، 15 دعوه فقط ليس الا، حتى هذه اللحظات اللي انا بتكلم فيها مع حضراتكم. اذا لحد دلوقتي مفيش حضور جماهيري في مباراه القمه، وده طبعا عشان الاجراءات الاحترازيه والفتره الصعبه اللي بنمر بها بخصوص الموجه الثانيه من فيروس كورونا. طيب خلينا نكمل اخبارنا وما يخص نادينا النادي الاهلي، ده من الشروق، حساب الشروق الرسمي على تويتر بيقول اتحاد الكره في محاولات متواصله من اجل حضور الجماهير نهائي دوري ابطال افريقيا، وده كان يعني على حسب التصريحات اللي قالها الاستاذ عمرو الجنايني امبارح في حوار تلفزيوني، وقال ان في محاولات، وانا قلت لحضراتكم برده بعض التفاصيل، لغايه دلوقتي ما فيش حضور جماهير في المباراه النهائيه. الدكتور اشرف صبحي كمان ليه تصريحات للوطن سبورت وحسابهم على تويتر، وبيقول ان مؤمن زكريا سيكون البطل الحقيقي لنبذ التعصب. وفي الحقيقه هي مباراه كبيره، مباراه الاهلي والزمالك، وبمناسبه موضوع نبذ التعصب مهم جدا، مهم جدا ان كل جمهور يشجع فريقه او كل جمهور يكون بيدعم فريقه بقى على السوشيال ميديا. مش هيكون موجود طبعا جماهير في ارضيه الملعب او في المدرجات الخاصه باستاد القاهره، فمهم قوي يا جماعه ان كل واحد يشجع ناديه بالشكل المحترم، يدعم ناديه بالشكل الجيد دون تطرق لجمهور النادي الاخر، وهي في الاخر كرة قدم، وارد جدا يكون فيه فائز وارد جدا يكون فيه خاسر، فباذن الله الفائز يكون النادي الاهلي باذن الله تعالى، لكن يعني هي رياضه في الاول وفي الاخر، مهم جدا ان العلاقات دايما تكون جيده ما بين الجماهير. مؤمن زكريا طبعا هيكون متواجد وهو اللي هيسلم كاس البطوله للفائز باذن الله، اللي باذن الله ان شاء الله يكون النادي الاهلي، عشان تبقى فرحه مؤمن بما انه سفير للكره الافريقيه وان هو هيكون متواجد في هذه المباراه، تبقى فرحه فرحتين بقى فوز النادي الاهلي بالبطوله ان شاء الله تعالى. طيب اخر حاجه معانا في ترند الاهلي، وده خبر انا شايفه مهم في الحقيقه ويعني امر جيد من اليوم السابق، ان هم تواصلوا مع هيئه الارصاد وسالوهم يوم الجمعه الموقف هيبقى ايه بخصوص حاله الطقس، والناس طمنوا جدا. ده كان من خلال الدكتوره ايمان شاكر مدير مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئه العامه للارصاد الجويه، وقالت الطقس هيكون معتدل ورائع يوم الجمعه، هيكون في امطار بس يوم الاربعاء او حاجه، ده بعيد عن المباراه، هيبقى ناقص 48 ساعه المباراه، فالامور هتكون جيده وده امر جيد، عايزين نشوف مباراه باذن الله تكون كبيره وفنيا تكون جيده ما بين الفرقتين. طيب ده كان ترند الاهلي وكل الاخبار اللي بتتعلق بالنادي الاهلي، لسه عندنا بعض الموضوعات والاخبار الاخرى سواء على الصعيد المحلي او العالمي، بس كل ده هيكون بعد الفاصل، استنوا. اهلا بحضراتكم من جديد، وانا هتكلم دلوقتي على الترند العالمي، تحديدا عايز ابتدي بمحمد صلاح. في بعض الاخبار يعني بتطلع خلال هذه اللحظات ان اخر مسحه اتعملت لنجمنا المصري الحمد لله طلعت سلبيه، ليفربول لم يعلن
عن أي شيء حتى الآن بشكل رسمي، لكن يعني طبقا لبعض المصادر مسحة محمد صلاح الأخيرة مسحة سلبية، وبإذن الله يكون بيشارك خلال الفترة. طبعا هيلعب مباراة النهاردة خلاص مع ليستر سيتي اللي هتكون بالليل، لكن ده أمر جيد وخبر سعيد بالنسبة لكل جماهير الكرة المصرية والجمهور طبعا ليفربول بكل تأكيد. طيب نروح سريعا للترند العالمي، وأبرز خبر معايا النهاردة هو بيتعلق ب أولاند، طبعا النجم النرويجي الكبير جدا ما شاء الله عليه رغم صغره في السن، لكن لاعب مميز قوي قوي. وده من حساب جريدة صان على تويتر، وبيحتفي بالفتى الذهبي لبورسيا دورتموند، وسجل امبارح رباعية في شباك هيرتا برلين في المباراة اللي انتهت بفوز دورتموند 5-2. كسبوا 5، جاب منهم أولاند 4، هم الأربع أهداف اللي حضراتكم شايفينهم دلوقتي على بشكل عام اللي حضراتكم هتشوفوها دلوقتي على الشاشه. هو في الحقيقه نجم كبير ولاعب مميز جدا، ولك ان تتخيل عزيزي المشاهد ان هو حتى الان لعب مع دورتموند في الدوري هذا الموسم، بخلاف طبعا الموسم اللي فات هو كان انضم في يناير واحرز عدد وافر من الاهداف في الحقيقه في عدد مباريات قليل، لكن في نفس الوقت السنه دي هو لعب 7 مباريات منهم 6 اساسي، جاب كام جون؟ جايب 10 اهداف وعامل 2 اسيست، يعني اهداف اكتر من عدد المباريات، وده حاجة جامدة جدا وحاجة جيدة جدا ما كانش بيعملها غير رونالدو وميسي بصراحة. يعني مش بقارنه طبعا برونالدو وميسي، لكن هو لاعب هداف بالفطرة، عنده 19 سنة على ما أتذكر، بيحرز أهداف بشكل جيد جدا، لعب أعتقد مع منتخب النرويج 6 أو 7 مباريات جاب فيهم 6 أهداف، فظاهرة في الحقيقة إيرلينج هالاند، ولاعب مميز جدا ويعني اهداف كلها رائعه وقناص بصراحه، الراجل بيقدر ان هو يحرز اهداف كتير، واعتقد يعني هيقعد في دورتموند مش اقل من سنه كمان ان لم يكن دي او ان لم يكن ده هيكون اخر موسم بالنسبه له، ويروح لنادي كبير بقى هو دورتموند طبعا فريق كبير جدا، لكن في نفس الوقت في اكبر يعني ريال مدريد برشلونه ممكن يروح انجلترا فرق كبيره مثلا، فهنشوف من موقف أولاند خلال الفترة اللي جاية ومستقبله الكروي. خلينا سريعا ناخد مشاركات حضراتكم وتواصلكم معنا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستجرام، وكان يعني سؤال الحلقة عبارة عن رسالة لو حضراتكم حابين توجهوها طبعا للاعبي النادي الأهلي قبل النهائي الأفريقي. نبتدي بآية، واللي قالت أنتوا قد الوعد، كلنا ثقة فيكم بإذن الله هتفرحونا، أفريقيا في الجزيرة يا شناوي، هي خاصة الشناوي تحديدا لانه احد ابطال النادي الاهلي خلال هذه المرحله. محمد سيد قال التركيز واللعب بروح الفانيلا الحمراء وشخصيه النادي الاهلي وعدم الالتفات لما يقال على السوشيال ميديا، وان شاء الله اللقب اهلاوي باذن الله واحد احد يكون اللقب اهلاوي. معاذ حمدي الازهري قال كونوا رجال في هذه المباراه ونحن نساندكم، عاوزين نتمتع واحنا بنشاهد المباراه، وان شاء الله ننتظر المزيد من موسيماني بالتوفيق ان شاء الله أفريقيا في الجزيرة بإذن الله تعالى. يعني دي كانت بعض ردود أفعال الجماهير ورسائلهم للاعبي النادي الأهلي قبل مباراة يوم الجمعة إن شاء الله. كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة، لسه مستمرين مع حضراتكم على مدار هذا الأسبوع وحلقات الترند وكل التفاصيل اللي تتعلق بالنادي الأهلي وآخر استعداداته لمواجهة يوم الجمعة أمام نادي الزمالك بإذن الله تعالى. دي كمان كانت حلقتنا النهاردة، بكرة حلقة جديدة وتفاصيل أخرى عن نادينا الحبيب النادي الأهلي، استنونا إلى اللقاء.